السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيتكم اليوم في شكل جديد في لعبة برشي سيستار. يلا خليكم معايا وتابعوا كيفاش لعبت الماتش وفزت فيه بالرتبة الأولى بطريقة جد سهلة. هذيك بداية كتاخد كتربح تقدر تربح تقدر يديلك لو ديابل كل شيء كما دار معايا أنا دلي كل شيء الحطيطة. وهذه سبحان الله ديما كنربح فيها حتى اليوم ربحت. ومن بعد بركة الله ما عندي هنا نقدر نختار يا اما نلعب مع شخص واحد يا اما نلعب مع اربعه يا اما مع ست اشخاص. انا ديما كنختار لعب مجموعه في اربعه الناس. كاين انا هي مولات اللون الاحمر جاتني خمسة انطلقت خمسة وحدات ستة وتحركت ستة ديال الخطوات. كاين اللون الاخضر انسحب كاين اللون الاصفر واللون الازرق بقاو حتى الاخير. يلا نخليكم تتابعوا معايا.